مستمرين مع حضراتكم ونقاش الحقيقة المرة دي بنتكلم عن ذوي الهمم في الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم أو كما أطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف، وده طبعا نظرا لتميزهم في العمل وفي الإنتاج وفي الإبداع، فهم حقا القادرون باختلاف. في الفقرة دي هنتكلم عن الجهود اللي تمت لتمكين الأشخاص من ذوي الهمم وآليات تمكينهم. اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حسام الدين أمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاس ذوي الإعاقة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك بخير. وكل سنة وإخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بكل خير. يمكن حتى لقائكم، وإذا كان لقاء للحصاد فهو بيأتي في نهاية شهر ديسمبر اللي فيه اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد 3 أيام مباشرة عندنا اليوم العالمي لمولد لويس براي وهو الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. فكمان كل التحية لإخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكأننا يعني بنقدم لهم تحية مسبقة لهذا الأمر. أكيد، يعني زي ما حضرتك قلت إحنا بنتكلم عن حصاد 2021، وتحديدا في 2021 أهم مكتسبات ذوي الهمم أو القادرون باختلاف في هذا العام. طيب خلينا أقول لحضرتك إنه إحنا كمان النهاردة في 2021 الأشخاص ذوي الإعاقة بيحصدوا حاجات تمت من أول 2018 أو من ساعة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم. إحنا شفنا 2018 كان عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبل أن ينتهي هذا العام صدر عندنا القانون رقم 10 لسنة 2018 اللي النهاردة وإحنا في 2021 من ضمن المكتسبات إن إحنا شايفين تطبيق حقيقي على أرض الواقع لكل المواد المتعلقة بالقانون ولحيته التنفيذية. وفي 2019 صدر القانون 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تشكيله وهيكلته ويعني ظهوره بالشكل اللي يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير. في سنة 2000 ظهر صندوق رقم 200، القانون رقم 200 لسنة 2020 والخاص بدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالاتهم المختلفة. ومن هنا لما نيجي ندخل على 2021 بنلاقي كل الثلاث حاجات اللي اتحققوا في الفترة اللي فاتت النهاردة احنا بنشتغل على مكتسباتهم. بمعنى النهاردة القانون بيدعو إلى الإتاحة وإلى الدمج وإلى التمكين. هنشوف على سبيل المثال النهاردة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، المحور الثالث من هذه الاستراتيجية متعلق أو يضم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كان هذا المحور بيتكلم عن الفرص، بيتكلم عن التحديات وإيه كمان اللي احنا هنحققه لغاية 2030. النهاردة لما حضرتك بتتكلمي عن الدمج والتمكين، النهاردة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال 2021 تم تدريب وزارات التضامن الاجتماعي، وزارات العدل، وزارات الصحة، الأمور اللي بتقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على لغة الإشارة. النهاردة أنا بدرب موظف داخل وزارة العدل أو موظف داخل وزارة التضامن الاجتماعي أو الموظفين اللي بيحتكوا وبيتماسوا بشكل يومي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بدربهم على لغة الإشارة عشان يبقى عنده تواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. النهاردة كمان إحنا بنتيح هذه الخدمات المتعلقة بهذه الوزارات باللغة الصوتية للأشخاص من إخواتنا ذوي الإعاقة البصرية. طب إحنا كده عندنا نوعين من أنواع الإعاقة. النوع الثالث كمان عندنا الإعاقة الحركية. فكرة التهيئة والإتاحة المكانية والتكنولوجية لكل الأماكن اللي موجودة داخل الدولة المصرية علشان تبقى مهيئة لاستقبال إخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة. النهاردة طبقا لكود البناء الهندسي مفيش اي منشاه جديده تاخد ترخيص الا لما تكون مهيئه لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقه. وده شفناه حتى الحقيقه كانت بتغفل زمان بصراحه، يعني ذوي الاعاقه فعلا النهارده ما كانش سهل الحركه بالنسبة. ده حقيقه النهارده في اتاحه مكانيه في هذا الامر. طب والقديم النهارده كمان احنا بنقول من خلال بروتوكول التعاون ما بين وزاره التنميه المحليه وما بين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه انه راح توجيه لكل المحافظين انه كمان يتم يعني اعاده الامور المتعلقه بالمنشات السابقه باعاده تهيئتها لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه. فالنهارده حضرتك بتلاقي دمج وبتلاقي تمكين، مش كده بس، انت بتلاقي الدمج والتمكين في قطاع الصحه، تلاقي الدمج والتمكين حتى في الاعلام عند حضراتكم مشكورين في حاجات عند حضراتكم بتذاع وترجم للغه الاشاره. احنا شايفين خطب الجمعه واللقاءات الرسميه للسيد الرئيس، كل ده موجود حتى النهارده في الدراما، حتى انه ده يمكن اللي نوه عنه السيد الرئيس. فالنهارده حضرتك بتبص تلاقي المنظومه المتكامله كلها لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه على كل الاصعده وعلى كل المستويات. مش كده وبس، النهارده حتى الرقم المختصر الخاص بالشكاوى الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه 16736 ده مربوط ببوابه الشكاوى الحكوميه بمجلس الوزراء. يبقى اصبح كمان الشخص ذوي الاعاقه اللي عنده مظلمه او عنده سؤال او عنده استفسار او عنده خدمه او ناقصه حاجه عايز يستفسر عنها، اصبح كمان كل حاجه بيتم التواصل من خلالها بقت مربوطه ببوابه الشكاوى الحكوميه ولابد انه يتم الرد عليها. فضل. طيب استاذ حسام، بما ان حضرتك اتكلمت عن فرص العمل واتكلمت عن الدمج والاتاحه وكل هذه الامور
في كمان جانب مهم جدا متعلق بالتمكين الاقتصادي، وازاي كان او اصبح دلوقتي سهل على ذوي الهمم انهم يحصلوا على تمكين اقتصادي او يحصلوا على قروض او يقوموا بعملهم الخاص اللي هو اصلا توجه الدوله دلوقتي. ايه اللي حضرتك ممكن تقوله لنا في هذا القطاع؟ طب خليني اقول لحضرتك على مستويين في الانجازات بقى والحصاد اللي حضراتكم بتتكلموا فيه، انه نمره واحد القانون بينص على وجرم، يمكن كان من اهم المكتسبات اللي احنا بنتكلم عنها، ده ترجمه حقيقيه للقانون الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقه. 100 سؤال وجواب سالوه الناس، سالوه الاشخاص ذوي الاعاقه، وكان الهدف من هذا الكتيب انه يطلع بشكل مبسط مش كمان لتوعيه اخواتنا الاشخاص ذوي الاعاقه بس، لا توعيه المجتمع كله بما فيهم كمان الاعلاميين، بما فيهم السياسيين، بما فيهم الاحزاب، المجتمع معاهم. للتعامل معاهم لا ومعرفه حقوقهم والكلام ده كله. فالنهارده القانون بيلزم صاحب العمل او اي منشاه زاد فيها عدد العاملين عن 20 عامل ان يبقى في نسبه 5% منهم من الاشخاص ذوي الاعاقه، والنهارده في مواد القانون ما يجرم هذا الامر، يبقى ده نمره واحد على اول مستوى. نمره اثنين، المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه في هذا العام قام بتدريب الاشخاص ذوي الاعاقه على ورش عمل متعلقه بمهارات العمل الحر، علشان انا كمان بتكلم عن الدمج والإتاحة والتمكين، مش عايز كمان الشخص ذوي الإعاقة بكل إمكانياته اللي موجودة وإنه ينتظر كمان فرصة تجيله أو ما تجيلوش من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. ده النهاردة دربناه على كل المؤشرات السوقية، دربناه على إزاي يقدر يعمل مشروع، دربناه على إنه إزاي يعمل براندنج للمشروع بتاعه ويعمله تسويق، وإزاي الأشخاص ذوي الإعاقة أفكارهم مع بعض تتلاقى. ويمكن هذا الشهر اختتمنا الورشة الثالثة أو خرجنا الدفعة الثالثة من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الأمر. النقطة الثانية كمان كان حصل تواصل ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والبنك المركزي مشكورا علشان فكرة تسهيل الإجراءات المالية والمصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، والبنك المركزي قال بدوره أو رد علينا بدوره إنه كمان العملات الورقية والعملات النقدية الجديدة اللي هتبقى جاية في 2022 هتبقى متاحة كمان لإخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ده كمان بيقول لك إنه أصبح في دمج اقتصادي حقيقي في مؤشرات سوق العمل، ده بيقول لك كمان في أصبح توعية إن أنا مش باخد الشخص ذوي الإعاقة، ويعني إحنا كنا عارفين الفلسفه بتاعت زمان انه صاحب المنشاه يحط على الورق انه عنده شخص ذوي اعاقه والفلوس تروح له، لا النهارده احنا بنتكلم عن دمج حقيقي داخل المجتمع المصري في كل مؤشرات. طيب استاذ حسام احنا مكملين، ولكن خلينا دلوقتي نروح نشوف هذا العرض الخاص بدعم الدوله لذوي الهمم تحديدا زي ما بنقول في عام 2021، ونرجع مره ثانيه. نرجع للأستاذ حسام الدين الأمير ونتكلم عن القرارات اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الماضية، وهي في الحقيقة قرارات عديدة فيما يتعلق بذوي الهمم. لأي مدى القرارات دي ساهمت في توسيع المظلة الاجتماعية للحماية الاجتماعية لذوي الهمم، وخاصة حضرتك ذكرت بعض الأمثلة حتى من القوانين والتشريعات، إلى أي مدى كانت القرارات دي ليها التأثير ده؟ خليني اقول لحضرتك طبعا وكل شكر للقياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه السيد الرئيس بشكل كبير جدا وجه انظار المجتمع وساعد كل الاطراف اللي موجوده لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه الى هذا الموضوع، نظرا لاهتمامه بهذه الفئه اللي النهارده هي مش فئه قليله في المجتمع، النهارده الاشخاص ذوي الاعاقه تعدادهم 12% من تعداد المجتمع المصري. فالنهارده السيد الرئيس بدوره قدر انه يحط كافه الانظمه المجتمعيه داخل الدوله المصريه لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه بشقين اثنين، الشق الاول وهو الخاص بفكره التوعيه. خد بال حضرتك انه احنا حتى كمجلس بنبذل جهد كبير جدا في توعيه المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ومكتسباته.
النهارده وجود السيد الرئيس وسط اخواتنا من اشخاص ذوي الاعاقه والاطفال ففي حد ذاته عمل حاله من التعبئه المجتمعيه نحو زياده الوعي نحو الاشخاص ذوي الاعاقه حتى على المستوى المعنوي على كل المستويات. ده جزء. الجزء الثاني جزء القرارات المتعلقه سواء بدعمهم من خلال صناديق مختلفه او متخصصه. احنا شفنا عندنا القانون رقم 200 لسنه 2020 وده خاص بدعم الاشخاص ذوي الاعاقه. والمره دي لما السيد الرئيس بيقول ان انا عايز اشوف تشريع يظلم مجلس النواب ومجلس الشيوخ علشان خاطر يبقى في مثلا صندوق اسمه قادرون باختلاف وده يعني بيتم مناقشته دلوقتي في مجلس النواب فده امر مهم جدا. النقطه الثانيه الدراما لما السيد الرئيس اتكلم عن فكره الدراما وفكره ده الاعلام ممكن كان ده السؤال الحقيقه او المحور الثاني اللي كنت هتكلم حضرتك لما حضرتك بتتكلم عن الوعي كنت بسأل عن القوى الناعمة وفكرة استخدام الفن والدراما في مسألة التوعية بحقوق ذوي الهمم وازاي يتم التعامل معاهم وازاي يكون دمجهم وكيف انه كل ده حق رئيسي او اصيل من حقوقهم. ازاي شفت المتابعة؟ اولا السيد الرئيس كمان بدوره لما حصل ده وجه انظار المجتمع برضو الى كتاب وصناع الدراما صحيح. والسيناريو ان هم يتجهوا اتجاهات مختلفة في هذا الامر. لكن خليني اقول لحضرتك احنا احتفالا باليوم العالمي لاشخاص ذوي الاعاقة كمجلس قومي لاشخاص ذوي الاعاقة كنا عندنا ورشة عمل موسعة الورشة السنوية كان عنوانها نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كان فيها محور متعلق بالدراما والإعلام. محور الدراما والإعلام كنا بنتكلم فيه إنه قضية الإعاقة في الإعلام مش موجودة النهاردة كانت موجودة من الأربعينات من أفلام عرضت في الأربعينات والستينات والسبعينات لكن كمان النهاردة أنا بعرضها إزاي. خد بقى حضرتك في وقت من الأوقات كانت الدراما بتعرض قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل يسيء للقضيه. احنا شفنا فيلم توت توت وكيف تم التعرض مثلا للفنانه نبيل عبيد لشخص للاعاقه الذهنيه والكلام ده. احنا النهارده باللي حصل وبالوعي سواء للاعلاميين او كتاب الدراما او كتاب السيناريو ورش العمل اللي بينظمها المجلس الدعوات اللي اطلقها السيد الرئيس ادت تصحيح لفكره العمل الدرامي. لكن خلونا هنا نقول حاجه مهمه جدا. ما هو شكل الاعمال الدراميه القادمه؟ هو ده سؤال مهم جدا. وهل كتاب السيناريو في الفتره القادمه او الكتاب بشكل عام في الاعمال الدراميه هل هنكون على وعي كافي وكبير بان احنا لازم نقف جنب الدوله المصريه في دعمها لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه؟ لان خد بال حضرتك عمل فني واحد ممكن يسيء صحيح. للاشخاص ذوي الاعاقه او يعني ما يظهرهمش بالشكل هو المناسب والله عمل فني واحد يدمر اكتر من كل القرارات. لا لو ما اشتغلناهوش كويس هيدمر كل الجهود المجتمعيه اللي اتعملت. طيب استاذ حسام بدون مقاطعه حضرتك عايزه اسالك عن سؤال بما ان احنا بننهي هذا العام وفي شهر ديسمبر الجاري كان طبعا في احتفال قادرون باختلاف وشفنا مواهب متعدده جدا للقادرون باختلاف وشفنا ثروات بشريه كتير جدا. شايف اكتر القطاعات والمجالات فعلا اللي شهدت طفره لتمكينهم يعني مجال الرياضه مجال الاعلام مجال الفن التعليم ايه اكتر فعلا مجال كان فيه طفره لتمكينهم وان هو يديهم حقهم بعد سنوات؟ طبعا خدي بال حضرتك الرياضه الاشخاص ذوي الاعاقه كانوا موجودين في البطولات الرياضيه بشكل كبير جدا يمكن كانوا بيحققوا بطولات اكبر من اخواتنا الاسوياء وده من خلال مشاركتهم في البارالمبيكس. لكن النهارده شايفين وعي مجتمعي لما شفنا الفنان سليم سحاب مثلا وكان دوره في دمجهم الفني. النهارده انا شايف ان قطاعات كبيره استفادت زي قطاع الاعلام وقطاع التعليم وقطاع الفئات المهمشه في المراه المعيله وبعض الناس اللي كانت محتاجه لرفع الوعي في المساله المتعلقه بالاشخاص ذوي الاعاقه. فالنهارده في قطاعات كتيره بتدخل معاكي النهارده بينا بنشوفهم بس مغنيين لا النهارده هم اللي بيطالبوا ان هم يبقوا يمثلوا ويجسدوا الادوار الفنيه بتاعتهم كمان قدرات على الشاشه يعني ذهنيه عاليه جدا ليهم ومواهب في مختلف المجالات. يمكن الاحتفال كمان كان مبين ده بشكل كان مبين ده بشكل كبير. لكن بقول لحضرتك كمان الاعلام والفن والدراما دول زودوا امكانيات الاشخاص ذوي الاعاقه بجانب الجانب الرياضي بشكل كبير جدا. صحيح. لكن كل اللي احنا عايزين ناكد فيه من خلال برنامج حضراتكم الوعي خاصه في 2022 عام المجتمع المدني وده اصبح هناك دور كبير جدا للمجتمع المدني والجمعيات المجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي. ويمكن ده مؤخرا انا يعني ده حضراتكم بتنفردوا بيه ده اداب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه. هذا الكتيب سيصدر غدا يعني هيصدر مع بدايه السنه الجديده بيتكلم عن كل السلوكيات اللي لابد ان المجتمع يتعامل بيها مع الاشخاص ذوي الاعاقه. فده امر مهم جدا في فكره الوعي المجتمعي. صحيح. على اي حال احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قلتها لنا النهارده عن حصاد الدولة المصرية في دعم ذوي الهمم وحقوقهم وتمكينهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لك.